مزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ وليد أبو زر، أمين سر مجلس العمال بتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح في محافظة الشمال. أرحب بك أستاذ وليد. حياك الله، أهلا فيك. حياكم الله، أهلا بك. الشهيد باق في القلب حتى وإن غيبه الموت، ما هي الرسالة التي وددتم إيصالها من خلال إعادة إعمار ورسم معالم مدوار مقبرة الشهداء شرق محافظة يأس؟ نعم أخي العزيز، لقد شرع مجلس العمال في تنفيذ هذا النشاط وهذه المبادرة ترميم وبناء وتشجير مدخل مقبرة الشهداء شرق جباليا بحرص شديد من التيار الإصلاحي بحركة فتح وبتوجيهات من الأخ القائد العام محمد دحلان وبتوجيهات وحرص الأخ صالح الفيومي على أن يكون على رأس الوفد وعلى رأس الشباب الذين قاموا بترميم هذا الدوار أو ترميم مدخل مقبرة الشهداء شرق جباليا. ليس من الصدفة أخي العزيز، وللعلم حتى يكون المستمع أو المشاهد يعني مطلع على مجلس العمال وفعاليات وأنشطة مجلس العمال، ليس من محض الصدفة أن تأتي هذه المبادرة، بل جاءت مباشرة بعد أن تلقينا العديد من تذمرات ومناشدات من المواطنين الذين يؤمون هذه المقبرة لتشييع جنازاتهم ودفن أمواتهم من صعوبة دخولهم إلى المقبرة. لذلك قمنا على السريع وبأخذ الموافقة من القيادة المركزية بحركة فتح التيار الإصلاحي بساحة غزة من حرصهم الشديد على هذه الفعالية وتقديمهم ما يلزم للمواطن، قمنا على السريع بأخذ زمام المبادرة وتوجهنا وقمنا بترميم وإحضار الأشجار وشجرنا وقمنا بتزيين مدخل وتنظيف مدخل مقبرة الشهداء، حيث قام مجلس العمال بطلاء وزراعة الأشجار وتنظيف المدخل من التراب والطين العائق في هذا المدخل. أيضا أخي العزيز، أود هنا أن أنوه إلى أن مجلس العمال ليس هذه المبادرة فقط، بل هي سلسلة مبادرات يقوم عليها مجلس العمال، وبالأساس فكرة مجلس العمال تقوم على المبادرات وعلى الأنشطة الطوعية التي تخدم بالأساس هي شريحة واسعة من أبنائنا المواطنين، من أبنائنا الفلسطينيين، من أبناء قطاع غزة المضطهدين المحرومين في ظل غياب المسؤولية الكاملة في قطاع غزة. مجلس العمال أخي العزيز دائما وأبدا يقوم عند مسؤولياته في مساعدة الناس. لو نظرت إلى كل المناسبات، كافة المناسبات التي تحصل في قطاع غزة، تجد مجلس العمال السريع في تلبية احتياجات الناس وتلبية شكواهم والاستماع لهم وتلبية احتياجاتهم. تجد أيضا من يعني أفعال مجلس العمال ومن مهام مجلس العمال إزالة أثار العدوان دائما، دورات تدريبية. يقوم مجلس العمال أيضا بدورات تدريبية لتدريب العمال ومن النساء والرجال. يعني أبرز الفعاليات التي سيقوم بها المجلس في الأيام المقبلة، وهذا هو سؤالي الأخير أستاذ وليد. نعم، لدينا أنشطة عديدة وبرنامج كامل من هذه الأنشطة وهذه المبادرات في إنشاء دورة هذه، كما اعتدنا وعودنا عليه التيار الإصلاحي الديمقراطي ممثل بمجلس العمال أننا دائما نقوم بتدريب العمال وتدريب المواطنين والمواطنات من النساء والرجال. نعم. على توفير صنعة ومهنة لكي يقود أبنائه ويعيش حياة كريمة. نعم. شكرا جزيلا أستاذ وليد أبو زر، أمين سر مجلس العمال بتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح محافظة الشمال، وأعتذر منك لانتهاء وقت هذه الحلقة.